يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس في خطبته أو في مقاله أو شعره يأتي بياء الخطاب مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا: يا رسول الله اعذرنا لم ننصرك حق نصرتك، يا رسول الله نشهد الله أنك قدوتنا وأنك أغلى عندنا من كل شيء، وهكذا بياء الخطاب أو بدونها لكن على تقدير الياء، فهل هذا مشروع؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا فتح باب، هذا فتح باب للناس في أن ينادوا ويستغيثوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في التشهد الأخير، في التشهد الأول: السلام عليك أيها النبي. يقولون هذا من باب الاستحضار لا من باب النداء، باب الاستحضار لا من باب النداء، هذا ورد به الدليل، أما غيره فلا، لا ننادي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الخطب التي يحضرها كثير من الجهال وكثير، فنفتح المجال في هذا الأمر. نعم.